مساء الخير والهنا والجمال والسرور. الليلة مميزة، اللايف الليلة مميز. رمضان بكرة وأول ليلة سحور، وكل سنة وأنتم طيبين وينعاد عليكم الأيام إن شاء الله بالخير واليمن والبركات. أجمل وأطعم وألذ وأوفى ناس في الدنيا برحب بيكم، وبقول دايما الانستجرام هو المكان اللي بنعمل عليه لايفات وندردش مع بعض ونتناقش، فاللي عنده ينضم. وصلني الاستفسارات الأخيرة، الرسائل اللي جات لنا على الانستجرام واللي جات على الفيسبوك. الموضوع اللي بيشغلهم لو بنحب حد منفصلين عنه كده، وحابين بقى نعرف هل الشوق هفه، هل هو نسي خالص اللي ما عندوش دم ده وما عادش عايزنا، ولا هو بيراقبنا ومش مبين. طيب هو لو بيراقبنا وعايز يرجع، يعني ما فيش علامات كده علم النفس بيفيدنا بيها نقدر من خلالها ان احنا نفقسه، نعرف ايه اللي بيدور جواه؟ هو ده بقى موضوع حلقتنا. برحب بيكم كده سريعا، وكالعادة بستنى دقيقة نص دقيقة على ما يبدأ أكبر قدر من أصدقائنا يتجمع. وهنقول علامات كتيرة أوي لو بتحصل معاك، لو انت منفصل أو لا قدر الله في المستقبل هتنفصل، فممكن الحلقة دي تفيدك. وفي البداية كده ندوس لايك عشان الإشعار يوصل لبقية أصدقائنا اللي منتظرينه. احنا جينا في الميعاد النهاردة هو الساعة 10، ما تأخرناش. ونشير بقى لو لقينا الحلقة دي في النهاية مفيدة، نشير كل سنة وكل حبايب اللي موجودين دلوقتي على البث. طيبين الناس الوفية جدا المتابعة أو المتابعة لينا من زمان. طيب أول حاجة نبدأ بقى، اعملوا له لايك او قولوا لي نعم او يس او اي حاجه. نبتدي ولا نستنى شويه على ما يبدا يتجمع؟ لا نبتدي بقى، ما داخلين على 50 واحد اهوت في نص دقيقه والباقي يجي بقى. اول حاجه البقاء على الاصدقاء المشتركين او الاكثار منهم. دي بقى تلاحظها على الفيس، على الانستجرام، على 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 تلاقيه محافظ على علاقته بيهم، والعكس صحيح. يعني لو قطع علاقته بيهم كلهم يبقى الموضوع كده صعب، يبقى الموضوع العكس، مش بيفكر فيك ولا نيلة يعني. فأول حاجة تلاقيها حابب يزودهم، حابب يقرب منهم، حابب يدعم العلاقات معاهم. وفي النص كده هناخد خبر عنك، هناخد فكرة عنك، وفي النص كده يعني زي ما احنا بنقول هنسأله عنك، فاهمين؟ العلامة التانية اللي تدل ان هو مراقب قوي وندمان قوي وعايز يرجع قوي، ولكن في حاجة معطلة المراكب السايرة، متابعة بقى الاخبار. ومن اكبر الادلة انه ما عملش بلوك، او ان عمل بلوك بيتذاكى، عمل بلوك على كل حاجة، وساب الواتس وساب الانستجرام وساب الفيس وساب مش عارف، فاهمين؟ فالستوري كده يخش يبص ولو مرة، حتى منشور كده مين علق لك وبتاع، مين زار منشورك، هكذا. العلامة اللي بعد كده يجي في بالك ابن اللذينة، من كتر التفكير فيك احنا عارفين اللي بيتعمق شوية في الطاقات الغير مرئية وعلم النفس والذات البشرية يعرف ان كل جسم ليه ذبذبة، والذبذبات كلها على فكرة بتتواصل مع بعضها، ومن هنا جه عملية التخاطر. يجي في بالك ابن اللذينة فجأة في أوقات مش وقته. يعني أنت مثلا بتضحك مع الأهل مع الأصدقاء في مناسبة، في خروجة، مش وقته خالص. يعني مش وقته خالص، ولا وقت إن هو يجي تلاقي نط كده زي عفريت العلبة في تفكيرك جه في بالك من كثرة التفكير. فعلا هو مش قاصد يعمل معاك تخاطر، ولكن ربما حدث التخاطر صدفة. خلي بالكم سهل جدا، وكتير مننا بيعمل تخاطر صدفة هو مش واخد باله، بيقعد القعدة بقى اللي هو بيحبها ويصادف المكان يكون هادي والوقت مناسب، ويتخيلك قدامه ويحس ان هو بيكلمك، تلاقي بص كده انت لا بيك ولا عليك، نط قدامك جه في بالك. فدي من العلامات طبعا. فدي طبعا من العلامات اللي تدل ان هو مراقب وبشدة ومفكر وندمان ومتعلق، وبيقول يا ريت اللي جرى مكان. حلوة قوي كلمة
يا ريت اللي جرى مكان دي كلمة بتخلي أحيانا يكون البعد على فكرة مصلحة لينا، لأنه بيعرف الطرف الآخر قيمتنا ويرجع لينا أشد حنين وحرص على بقائنا. العلامات يا جماعة عشان حد بيسأل للطرفين رجل أو أنثى، مش بس أنثى كمان بقى الاستعباط، هو في مكان عارف إن أنا باجي فيه أو كنا بنتقابل فيه أو هعد من هنا يعمل نفسه معدي من هنا، أو لا ما بتجيش صوتي أصل خلي بالكم. الشخص المنفصل لو مش بيفكر فيك وما انتش همه، كل الأماكن اللي ممكن يشوفك فيها بيبعد عنها. ما فيش حاجة اسمها بقى ده صدفة واسلو عدى واسلو شافني واسلو كان قاعد هنا وجات صدفة، استحالة استحالة. ده هو لو مش في دماغه هو ممكن يعدي من هنا مش معدي من هنا، هيخترع هو طريق وسكة تانية. تواجده في الأماكن اللي انت يحتمل ان انت تكون فيها، او الأماكن اللي اعتدتوا ان انتوا تشوفوا بعض فيها او تتقابلوا فيها. بقى علامة قوية بقى التجاهل بشدة لو اتقابلنا فيس تو فيس. العيون التقت، الاجساد التقت. اوعى تزعل اوعى تزعل، انا بقول لك اهو لو قابلت حد يعني انتوا منفصلين وتجاهلك بشده، وبالذات لو افر وكان غشيم ومش فاهم، ده من اكبر العلامات ان تدل ان هو ميت وعايز يرجع لك. ولكن عشان عارف ان هو من جواه ضعيف تجاهك، ايه اللي ممكن يداري الضعف ده؟ هو التجاهل. فيرسم لك بقى ملامح التجاهل وياخد أوضاع التجاهل ويتعامل بتجاهل مفرط، لعل وعسى ينجح إن هو ما يبانش عليه حاجة. فأيضا التجاهل من الأشياء اللي تدل العلامات دي بقى. لو أنا قاعد دلوقتي ممكن أقدر أشوف وأتأكد أي شخص أنت مرتبط بيه بيعمل كده هيموت ويرجع لك، بس ممكن مستني انت تعتذر لانه شايفه غلطان، مستني وقت مناسب، مستني فرصة مناسبة، بيتقل حبتين، عامل نفسه مهم شوية. كل ده وارد طبعا على حسب اللي حصل بينكم. قولوا لي كالعادة رأيكم في الحلقة، وننزل بقى بالتعليقات والأسئلة، اللي عنده أسئلة يبدأ وأنا أبدأ أحاول ما فوتش أي استفسار من أعز وأجمل أصدقاء ليا. ورمضان مبروك على الجميع، إن شاء الله يبقى الشهر جميل كده علينا كلنا. حبيبنا دكتورنا رمضان كريم، تسلمي لي يا مينا. إيمان بتقول صحيح تسلمي لي. فاتن بعت 3 لايك، 1 لايك يكفي. ميت فيك ومش راح نظرك تموتي فيه، ماشي. شو نسبة نجاح الحب بين أنثى القوس ورجل الحمل؟ 55%، ونقدر نزودها بقى لو اشتغلنا على نفسنا. طب يا دكتور واللي بينهم بلدان؟ ما هو انت تقدر تتابع ده من على السوشيال ميديا، بيراقبك في اصدقاء مشتركين في مثلا منشورات معينة بيحن لها، في كلمات كنت انت بتقولها بينك وبينه فبيحاول ان هو ينشر زيها او ان هو قريب منها، بيجي في بالك فجأة بينط لك كده. ما كل دي حاجات اهيت، يعني ما عملكش بلوك من كل المواقع او عمله ورجع شاله، حتى لو انت هو في امريكا وانت في جنوب افريقيا. ايمي كل سنه وانت طيبه يا ايمي، تسلمي لي، ربنا يخليك. محمد والنبي تبشرني برج الجدي امتى يرتاح وينحب. والله واحنا نعمل اللي علينا ونتوكل على الله. كلام جميل دكتور، استفدنا من الحلقه، تسلم لي، ربنا يخليك. اسمي منا يا دكتور، معلش بقى النظر، ايام شبابي كنت بشوف الاسماء حلو من على بعد كده، النهارده بقى السن والعمر لازم بيحصل شويه دخشاشه بعد الـ60 في النظر كده. نسبه الحب من العقرب والحوت تتخطى الـ80%، تزيد ما تقلش. ممكن علاقه الحب بين الطور والاسد علاقه صعبه، وحب امتلاك من الطور رجل او انثى، والأسدية دي أنا قلت بتدي بالشبشب، أو لو هو أسد فحاسس بنفسه أوي، في توتر في العلاقة. ما نديش أكتر من 55%. دكتور نسبة نجاح العلاقة بين أنثى القوس ورجل الحوت؟ لسه قايلها والله، ممكن أعرف الشخص يفكر بمجرد المواقع الاجتماعية؟ أنا لسه برضو ردد على السؤال ده. نرمين بتقول أنت لسه صغير. صغير إيه بس،
كل عام ده انا عجزت خلاص، كل عام وانت بخير تسلمي، ربنا يخليك. حلقة مميزة، اشكرك جدا. انا بدي اعرف انثى الطور ورجل الحمل ما نتفقش، مش انا رجل حمل ما نتفقش انا وهي، لان هي من النساء اللي ما بيعجبهاش الحال المايل، وانا كانثى كرجل حمل بقى احب اللي ينفخ فيا قوي، طباع الرجال الناريه كلها مش الحمل بس كده. فهي ما بتعرفش تزوق الكلام، الثوريه واقعيه، فتصدمني بالواقعيه بتاعتها البحته دي، فما يعني ما الدنيا صعبه شويه. رجل الاسد بنت الجوزاء مية مية، بنت الجوزاء دي فرفوشه دلوعه هتنفخ فيه نفخ لما تطيره، هو عايز اللي ينفخه لسه بقول. فالجوزاء بتعرف تعمل ده كويس. نسبة الحب من العذراء والسرطان، يا ريت تقولي لي مين راجل ومين ست. لو العذراء الراجل يعني 75 80%، لا تقل عن 75، عذراء مع ميزان صعب. الحوت أنثى نسبته، والدلو الراجل والله يعني من أدنى النسب في التوافق هو الحوت والدلو أو الحوت والسرطان. أنا قايل الكلام ده الحلقة اللي فاتت. حلو حكي دكتور محمد رمضان كريم. الحوت تسلمي لكل الأبراج المائية لأجل عيون الحوت، تسلم والله. أنا جوزاء ملكة الدلع والفرفشة كله، أنا جوزاء وطلعي برج الطور، شو الأبراج اللي بتفق معاها؟ ميزان أسد نمرة واحد، ميزان أسد نمرة واحد. راجل الجوزاء يتناسب معاه أنثى إيه؟ يتناسب معاه أنثى الأسد، يتناسب معاه أنثى الحمل والميزان والقوس، والقوس تحديدا كمان خفيفة وسريعة وشعنونة وشهية ودمها شربات ولمضة وضحكتها تجيب البوليس وهتلم عليه الناس وهو عايز كده. كل عام وانت بخير تسلمي لبرج العقرب. ممكن الاختفاء عن الحبيب لعدة أشهر يؤثر على الحبيب، في اختفاء يضيع. أنا عايز أعمل حلقة، أنت اديتني فكرة حلقة ممكن نعملها بكرة لو عجبتكم، الاختفاء اللي ممكن يضيع أو الغياب، اكتب الاختفاء اللي ممكن يضيع او الغياب اللي ممكن ان هو يأثر بالسلب على العلاقة. ممكن الحلقة دي لو تهم ممكن ان احنا نعملها يا موضوع لايف، يا اما ننزلها ما نزودش، ولا مش هحرق بقى الحلقة، خليها حلقة كده ونقول امتى نعمل غياب والغياب يكون، ولما نرجع من الغياب نتصرف ازاي، وايه الغياب اللي يضيع. حلوه الحلقه دي، عجبتني يعني، هننسقها مع فريق العمل وان شاء الله نعملها بكره باول يوم في رمضان كده، غياب غياب مع رمضان. ضروري انثى الحمل ورجل الجوزاء يا دكتور، التوافق حلو قوي يا بسنت، ولكن ده لا يمنع ان في عصبيه، وان في عند احيانا، وان في تطنيش من الجوزائيه في احيانا كتيره، ودي مشكله شويه. بنحبك كتير دكتور محمد، تسلميل والله، وانا بحبكم كلكم. اعطر التحيات للجيش البوذي، انا ما اناش فاهم بقى احنا هنخش في السياسه، كل برج ازاي يراقب حلقه بقى، يعني مش عارف انا عملتها ولا لا، ما كناش عملناها ممكن ان احنا نضيفها لقائمه الحلقات المطروحه. يا دكتور هو ممكن ياسمين بتقول في حد برجين مع بعض، مش برجين مع بعض يا جماعه، انت عندك البرج الشمسي، انت احنا الاساس واللي بنعتمد عليه هو البرج الشمسي. في بقى بهارات في الطالع شور، اول البرج يختلف عن منتصفه وعن اخره. شور اول البرج ممكن في بعض الحالات، في بعض، ركزوا بس في الحتة دي، يتأثر باللي قبله. الاسد اللي انت بتقولي عليه ده ممكن يتأثر بالسرطان وبالعذراء لو هو في النهاية، يعني لو هو مثلا 20/8 على سبيل المثال، او لو هو مثلا 25/7 كده، العشر ايام الاوائل او العشر ايام اللي هم الاخاره يعني، ممكن هنا. بس في بعض الاحيان، واحنا انا عملت حلقه على فكره والله ما فاكر، بس يعني تقريبا عملت حلقه عن الموضوع ده. رجل الجدي يتناسب معايا لو سمحت، هي العذراء وهما الاتنين هيبقوا يمشوا مع بعض كده، وهتبقى الحياة بتمشي بالتصوير البطيء، وهينفعوا قوي مع بعض العذراء والجدي. مش دي بس من أعلى الأبراج معايا يعني.
إيه رأيك بأنثى الحوت يا دكتور محمد؟ ودي محتاجة رأي. إذا سألت عن الأنوثة فاطرق باب أنثى الحوت. شفتوا الشعر اللي أنا قلته؟ هذا اللي طلبته منك. الجيش البوزيدي. والله أنا قريته البوزي، أنا قلت إيه البوزي ده؟ يا قصدها الجيش البوزيدي، الجيش بتاعي يعني. معلش انا قريته الجيش البوزي، فانا مش عارف ايه الجيش مع تمام كده، فهمت غلط. هاي بدأت الحلقة وانا متأخر، ارجع من الاول اتيها. ممكن دلو بطالع عذراء صفات رئيس جميلة قوي، واذا اهم ما يميز الدلوية اللي طالعها عذراء ان مفيش حد اذكى منها. دي بقى يعني عندها ذكاء لا ينفد، الذكاء والدبلوماسية، وسيدة مجتمع من الدرجة الأولى. دي خليها تقود الدولة وتفرج على القرارات. لا ده أنثى مميزة، ويا ريت بقى لو كان التاريخ بالتفصيل كنا نقول شعر فيها. ضروري رجل الأسد وبنت الجوزاء، توافق حلو قوي. مرحبا أستاذ، أهلا بيك كريمة أو كريم. أنا حوت وحبيبي من برج العذراء. ممكن نرجع لبعض؟ مين بقى مزعل مين، ومين هيعتذر، والانفصال من امتى، وطبيعة العلاقة كانت ايه؟ يعني خطوبة، زواج، صداقة، حب، لعب، عيال، اعتراف، ما الكلام ده يا جماعة بيفرق. كيف نجذب برج الدلو؟ والله برج الدلو برج بيحب، اللي بيحب الحياة، وانا مش عارف هو رجل ولا انثى، فهنفترض ان هو رجل. والشكل، الشكل بيفرق معاه قوي. يعني لو انت انثى يحب اوي شكلك يكون حلو ومليان انوثة كده ودم خفيف، والدنيا دي كلها يعني بتشده قوي قوي، بتسحبه على وشه، وتكوني متفاهمة وما تخنقهوش قوي بالاهتمام الزايد. رجل الدلو ما يحبش اهتمام زايد وحاجات كتير بقى. كيف اخلي برج الحوت يحبني؟ عايز اهتمام. هنا نعكس بقى، الحوت ده عايز اهتمام كرجل وانثى، عايز اهتمام، عايز احتواء، عايز ان انا اكون كوالدته. وابراج الحوت والسرطان كثيرا ما تبحث عن الأنثى اللي هترتبط بها شكل أمه، يدور كده صفات أمه ويحاول، فكل ما تعرفيها وتحاولي تكوني زيها كل ما تأثري عليه أكتر، والقرب من أهله كمان، حب أهله. تعامل مع تجاهل رجل العقرب، وإيه التجاهل سببه؟ يا جماعة والنبي وضحوا لي، يعني هل في بداية العلاقة؟ ما أصل العقرب ده طبيعي جدا في بداية العلاقة هيتجاهل، ده طبيعي، لو ما عملش كده يبقى عقرب مضروب. ما أناش فاهم السؤال. هو رجل الحمل ما بيحبش الخنقة، فممكن يا ليلى تكون انت يعني خنقة عايزة تمتلكيه، مصدعة شوية، فممكن يكون ده يعني خلاه يعيد النظر في مسألة الارتباط شوية. إيمان، إيه الأبراج اللي كلامها غير أفعالها؟ يعني هو مش كلامها، عشان أنت كده هتزعلي مننا الناس، ويا ريتني ما ردت عليك بصراحة. يعني هو أبراج، أقول إيه بس، يعني بتلف وتدور شوية، الأبراج الهوائية. توافق أنثى القوس ورجل الجدي، التوافق ده صعب، التوافق ده من التوافقات الصعبة والمحتاجة مجهود في العلاقة، والمحتاجة دراسة وطباع، ندرس طباع بعض، وإلا نوصل لحيطة سد في المنتهى. ولا يغرنكم أبدا فرحة البدايات، دائما البدايات أو غالبا ما تكون خادعة، ودي مشكلة. القوسية مع رجل الأسد، جاوبني رجاء. حلوة حلوة العلاقة دي، حلوة قوي كمان. مفرفشاه ومدلعاه، مش هزعل يا دكتور. قول ما انا قلت حلقة خاصة لبرج الحوت دكتور محمد بليز. انا عملت حلقات كتير مش حلقة واحدة. 3 فبراير. بس انا عجوزة. عجوزة كام سنة يعني؟ 60 من دوري ولا اكبر؟ ولا كنت اصغر من كده؟ كيف بنلف وندور يعني؟ جاي علينا اليوم محمد؟ لا مش جاي، بس هو كل مجموعة من الابراج بتمتاز بميزة وبتمتاز بعيب. يعني
المفروض ان الابراج الترابيه هي اكتر ابراج دايركت ما بتعرفش تحور، وان اكتر ابراج حور تاجيه لو حبت، خلي بالكم، لو اضطر الموقف هي الهوائيه بعدها الناريه. ودي حقيقه فعلا، بالذات الجوزاء والميزان دول يعني حاجه فظيعه. انا سالت كتير بس ما في ولا جواب، انا زعلت، بعتذر، اسالي تاني. قوسيه مع جدي، انا لسه مجاوب، قال العلاقه دي صعبه ايا يعني كانت الاطراف. كيف يحبني رجل الحمل؟ الابراج الناريه اسد وحمل تحديدا تخضع بالمظاهر وفي البدايات يعني، وتحب الشكل الحلو وتحب اللي يديها مساحة واللي ينفخ فيها، كل ما نفخت فيها كل ما ده يجذبها. والله بكلمك بجد هو كده. ممكن برج الثور يحب من أول نظرة، بيحلف ومش عارفة أصدقه ولا لا. هو أكتر الأبراج اللي ممكن تحب من أول نظرة هو برج الثور فعلا، ده وارد، بس هو مش حب، هو تعلق. الحب ده حاجة كبيرة أوي، هو انجذاب أو إعجاب. لا ما يضحكش عليكي طبعا، لسه بدري أوي. دكتور بليز جاوبني، أنا دلوية وهو جدي، العلاقة دي فيها توتر كبير أوي بينكم. هند ليه أنثى الحمل عصبية؟ أنا يعجبني رجل العقرب الصريح، العقرب اللي صريح جايز يبقى عقرب مضروب. فدوى أريد جواب شلون أكذب. فدوى مين؟ فدوى يعني ايه فدوى دي؟ فدوى ده اسم ولا رجاء مثلا؟ فدوى، أنا بشوف الكلمة دي في التعليقات، فدوى يعني رجاء. أنا بحسب حد قاعد جنبي اسمه فدوى. هل من طبيعة رجل الميزان في بداية العلاقة؟ طبيعته ايه في بداية العلاقة؟ مفيش غير كده. طب ممكن حالة عن الأبراج الصينية؟ لا أقتنع بها إطلاقا خالص. أنا مدرستي هي الأبراج الشمسية، ولا أؤمن بحاجة تانية غير كده. أنا صريح واطلعت عليها، ما حسيتش إن هي ممكن يعتمد عليها للأمانة يعني. فدوى يعني لو سمحت، أنا قلت إن هي حاجة زي كده برضه، بس والله بحسب اللي بيسأل بيقول يا فدوى ممكن، فأنا معلش بقى الثقافة ضعيفة شوية. لازم الواحد يدرس الـ يعني الأساسيات بتاعت الأساسيات اللغوية بتاعت الإخوة العرب، لأنها صعبة الحقيقة، صعبة. في كلام غريب كده الواحد بيقابل الواحد وهو بيبص على التعليقات، والله بجد. خلاص يا جماعة، عرفت إن هي فدوى لو سمحت، مش للدرجة دي. طيب والله ما عايز اقفل معاكم، بس يعني مش عايز اطول عليكم، فعايز بقى نكتفي بالقدر ده. ليش ما ترد اكرام؟ ارد عليه. العذراء تعبني، ممكن تعرفني كيف يحب رجل الطور؟ ممكن تعرفني رجل الطور عايز التقيل، عايز اللي ما يندلقش عليه قوي، عايز العملي، عايز الواثقة من نفسها، عايز اللي هي صادقة مش بتاعت حوارات، مش بتلف وتدور. ونكمل بقى في طباع، عايزين حلقة كاملة، ولكن دي من أبرز الأشياء، أو زي ما احنا بنقول خطوط عريضة أساسيات لازم إن أنا أكون عارفها قبل ما أنا يعني أتعامل مع هذا الرجل اللي هو صعب الطباع ده وعنيد وتملكي وصليط اللسان في أحيان كتيرة، ودي عيوبه القاسية على أي أنثى، خاصة إذا كانت أنثى مائية. أنا معرفش أنت أنثى يعني من أي نوعية من نساء الأبراج. هنكتفي بقى بالقدر ده، بكرة إن شاء الله حلقة جديدة ولايف جديد، اللي ما انضمش ينضم، وهتوحشوني.